وعلى رسول الله الأمين. وبعد، أول حاجة يا جماعة، هذه الحلقات قامت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله، قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذه الحلقات قامت لتبين للناس صراط الله المستقيم. يقول الله جل وعز: أي زول مسلم يقرأ في اليوم 17 مرة سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم معناها شنو؟ معناه شنو صراط الله؟ الحلقة دي بتوريك صراط الله شنو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال الله تعالى في محكم تنزيله: واتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ما أنزل إليكم من ربكم كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تبين للناس الله قال شنو والرسول قال شنو. تبين للناس لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم وغيره، قال رسول صلى الله عليه وسلم: بعد أن يدفن الميت في قبره، ده يوروك في قبرك، في قبرك بتتحلى كيف. قال: أول ما يدفن، بعد ما يدفن المرء في قبره، أو كما قال، قال: يرد الله عليه روحه ويأتي إليه ملكان يجلسانه فيقولان له بدو ثلاثة أسئلة. الحلقات دي بتوريك عشان بعدين تتحلى كيف. يقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيك؟ فأما المؤمن، الزول المؤمن الموحد، فيقول: ربي الله. وأما المنافق فيقول: سمعت الناس يقولون فقلت. هاهن هاهن بيقول لا إله إلا الله في الدنيا، لكن بعدين في القبر ما قالها، قال سمعت الناس بيقولوها وقلتها، يعني قال قلتها لكن ما قدر يقولها في القبر. ليه؟ ليه؟ لأنه ما عرف معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يا جماعة ما هي كلمة سايبة تتقال، هي شهادة، هي إيمان، هي يقين، هي عمل. قال: سمعت الناس يقولون فقلت. لا إله إلا الله معناها وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. لا إله إلا الله بداية الطريق المستقيم وأصل الصراط المستقيم. بندعو ربنا يهدينا لي يهدينا الصراط المستقيم. لا إله إلا الله تعبد الله برا، تنادي الله برا. الناس زعلانة ليه؟ الزول ده بيقول لك، بيقول لك امسك في الله، نادي الله، ما تعلق الحجاب. الله اللي بيحفظ ولا اللي بينفع والله اللي بيضر. الله، الله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم، النبي خوفوا زمانك ناس اللات وهو بلدين بيضروك وبيسووا لكم وبيسووا لكم. ربنا عز وجل يقول: أليس الله بكاف عبده؟ الله ما بكفي، ما بكفينا، ما بكفي عباده. ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. الله، الله خير أما يشركون. الله ولا البنادوم ديل، الله ولا أصحاب الجباب، الله ولا المدفونين ديل. زول بيقول لك نادي الله برا، كأن ندهت أنده الله برا. بيقول لك ربنا أمرك وقال ربكم ادعوني. أنت مسلم قال لك ادعوني، قال لك ناديني، قال لك اندهني، قال لك ناديني براي. ألا تعبدوا إلا إياه، وحدي قال لك ناديني. إذا كنت أنت مسلم بتنادي الله برا الإسلام، أن تسلم وجهك وقلبك لله، عبادتك كلها لله. الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابة قالوا النادي نستغيث به، يعني ننده. في الطبراني قال: إنه لا يستغاث بي. الرسول قال: ما تنادوني، إنما يستغاث بالله وحده. زول يقول لك الله، وده الزول اللي بيحب الرسول وبدور الرسول بيمشي على شريعة الرسول، بيمشي على صراط المستقيم، صراط الله المستقيم الواحد، طريقة الرسول واحد. اهدنا الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما.
خط الرسول لما انتهى الآية خط مستقيم واحد بس، وقال هذا صراط الله مستقيما، وخط بجانبيه خطوط معوجة، وقال هذه السبل، وعلى كل سبيل شيطان. الدين واحد والصراط واحد، نحن بنصلي نقول اهدنا الصراط، واحد واحد الصراط واحد. ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في طرق، سمعت في طريقة يسمى أبو بكر البوبكرية دي شيخ أبو بكر الصديق، في العمرية، في مسلم سمع، في عثمان بن عفان عنده طريقة، في طريقة يسمى العلوية لعلي بن أبي طالب، ما في. كان الدين واحد، كان كل الناس يعاروا. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر بن الخطاب يوقفه، يوقف من بعض الصحابة فيرجع، عمر يرجعه يقول لي الرسول قال كذي، يرجع لكلام الصحابة في حكم الجدة. قال ما عارف والله، لما قالوا الرسول قال كذي رجع لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدين قال الله وقال الرسول، ما فيه طرق، ما فيه حجبات. ورينا الرسول كذب حجبات الرسول. أنا يا جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن من السماء وفي صدره يا الله يديك أخونا اسمع، الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا أنزل عليه القرآن في صدره وهو أفضل البشر. في أحد ضرب رسول الله، شج رسول الله صلى الله عليه وسلم وشقت رباعيته، كسروا سنون الأربعة الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن كان نازل عليه. يا جماعة لو الحجبات بتضر تنفع، أكان الرسول جاته حاجة؟ الحكاية دي كلها بيد الله عز وجل، الحكاية دي كلها لله، لله عز وجل. قل من رب السماوات والأرض، فسيقولون لله، قل فرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، حجباتكم دي والبتنادوهم، البتنادوهم هل هن كاشفات ضره؟ ربنا كان رادك بضر بيكشفن لك، وإن أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي؟ قل حسبي الله، المسلم حسب الله، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، لأن حسبنا الله، حسبي الله، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، قل حسبي الله، قل حسبي الله، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وجزاكم الله خيرا، والحلقة كل سبت ثلاثة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.